هل تتفق مع رئيس لجنة الدفاع بالدوما الذي قال إنه من المبكر الحديث عن مستقبل شركة فاغنر الخاصة؟ نعم، إن ما قامت به فاغنر هو محاولة للانقلاب الداخلي على المؤسسات العسكرية. إن ما تقوم به هو مخالف لكافة الأعراف التي نعترف بها داخل روسيا الاتحادية، ولذلك من أجل ألا يكون لهذه المؤسسة هذا النشاط فإننا يجب أن نقنن عملها بشكل كبير داخل روسيا الاتحادية. طيب، أليس من المهم الإعلان على الملأ ماذا سيحل بهذه الشركة؟ كل وسائل الإعلام وربما الجميع ينتظر مصير هذه الشركة الآن مستقبلاً. في داخل روسيا الاتحادية لن يكون هناك مصير لهذه الشركة. فيما يتعلق بالأعمال الخارجية فنحن نعرف أن هذه الشركة عبارة عن مرتزقة، ومن يلجأ إليها فإنهم يلجأون إليها لأهداف محددة، فإنهم يحصلون على أموال جراء الأعمال التي يقومون بها لصالح هؤلاء الأشخاص. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن الدولة الروسية كانت تدعم فاغنر بالكامل، حتى أنه تحدث عن دفع مليار دولار للشركة كحوافز وصيانة في العام الماضي فقط. ماذا كان الغطاء القانوني لهذا الدعم، خاصة أن القانون الروسي لا يسمح بإنشاء شركة عسكرية وتجنيد مرتزقة من المواطنين الروس؟ أريد أن أذكركم مرة أخرى على أن فاغنر كانت مؤسسة مستقلة تعمل خارج روسيا الاتحادية، كانت تعمل على أساس التعاقد والعقود، وهذا الأمر وهذا النوع من الأعمال غير مجرم من القانون، ولذلك كانت تلجأ الدولة الروسية إلى هذه المؤسسة من أجل تنفيذ عدد محدود من الأعمال وفقا للتعاقد مع وزارة الدفاع بالدولة الروسية، والقانون لا يجرم مثل هذه النشاطات أو هذه التعاقدات.